يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن تعريف العبودية بما تتضمنه من الذل والحب فيقال؟ هل يمكن تعريف العبودية؟ هل يمكن؟ نعم. هل يمكن تعريف العبودية بما تتضمنه من الذل والحب فيقال إن العبودية هي غاية الذل مع غاية الحب؟ هذا كلام أهل العلم، العبودية أو العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، لكن تتبعها بقية أنواع العبادة. نعم.